يشرفني أن أعلن أنه وخلال سنة 2021 قد تم إنجاز برنامج السيد رئيس الجمهورية بنسبة فوق 70%، وهو ما توضحها الأرقام التي سأتلوها عليكم بإيجاز، والمداخلة اللي تأتي من بعد راح تتطرق بالتفصيل وبالتدقيق في كل هذه الإنجازات، حيث تم ربط 37,000 مواطن بالكهرباء أو أسرة، و 166,000 زبون بالغاز، ودخل حيز الخدمة في هذه السنة فقط أكثر من 600 مستثمر حيز الخدمة، وحوالي 114 قيد الإنجاز، وحوالي 589 مستثمر في ما يخص الغاز، و 45 قيد الإنجاز اللي على أقصى حد الثلاثي الأول يدخلوا في حيز الخدمة. وفيما يخص المستثمرات الفلاحية حوالي 950 مستثمرة فلاحية و 188 في طور الإنجاز و 32 فيما يخص الغاز. هذه فقط بعض الأرقام على سبيل المثال لتوضح المجهودات في ظل جائحة كورونا اللي قام بها المجمع الصناعي للغاز من أجل تسييد جانب من السياسة الوطنية للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي. وبالرغم من الحرائق التي شهدتها الجزائر خلال صيف 2021 كما تعلمون لمسة عدة ولايات، إلا أن روح المبادرة والتضحية بالنفس التي تحلى بها عمالنا إلى جانب عمال الحماية المدنية والجيش الوطني الشعبي وحتى المواطنين عززت من مرونة أداء المجمع صون الغاز خلال تلك الفترة، مما سمح بالحفاظ على استمرارية الخدمة العمومية التي نستثمر فيها كثيراً.